هادشي اللي عشنا البارح ما كان سهل، عشنا مقابله اللي صعيبه بزاف كما كتشوفوا. انا في ليشوفمون دخلت باش نسخن، لا الجمهور ديالهم جالس كيشير علينا بالقراعي ديال الماء، وهادشي هذا تقبلناه ودخلنا درت ليشوفمون ديالي. حتى كنتفاجئ تنشوف باللي داك الكاميرات اللي مور البوت ما كاينينش، ما فهمتش علاش في الرباط كانوا وانا ما كانوش في الماتش ديال الروتور. و اون ميم طون صافي لعبنا الماتش ديالنا وداك الشيء سالات لا بروميير مي طون، بدينا دوزيام مي طون ماركينا البوت ديالنا، مشينا حتى جينا على لاربيتر قلنا ليه بلي كوم كوا كيفاش حنايا ما كيفاش. انا مشيت لعندهم حيت نصر ما تيدويش باللغه الانجليزيه، قلت ليه كيفاش حنايا ماركينا البوت وما مشيتيش للفار علاش؟ جا وقال لي الفار خاسر، قلت ليه ما يمكنش لعبوا الماتش الي بالفار وماتش روتر ما كانش بالفار، سي امبوسيبل. وصافي يادي قلت ليه الا بغيتينا نكملوا المباراه عطينا نشوفوا واش الهدف ديالنا واش تسلو ولا ماشي تسلو، حنا بغينا نكملوا المباراه، حنا بغينا سيدي نخسروا غير ورينا واش البيت كاين ولا ما كاينش. ولكن كنتفاجئوا كنجيو كنلقاو الفار مهرس مدكدك كامل والجمهور ديالهم جالس كيشيرين عاوتاني بالقراعي، بقينا في ذاك الحاله حتى سال الماتش وخرجنا في حالنا. وكنتفاجئ باللاعبين ديال الترجي كيقول لنا باللي الفار بقى في المطار، شي بعض اللاعبين ديال الترجي جاو عندي يقول لك باللي الفار نهار ديال الماتش بقى في المطار ما دخلش عندنا ما دخلش التونس. كيفاش غادي نجي انا نلعب معاك فينال بهذه الاجواء هذه؟ امبوسيبل. وقاسين كيضربوا اللعابه ديالنا في 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 اش كيسميوه في التريبون، قاسين كيضربوهم كيتعداو عليهم هبطوا اللعابه كلهم مدقدقين، ما يمكنش نلعبوا معاكم حنا اون فينال بهذه الطريقه هذه. حنا جيتوا للمغرب عاملناكم مزيان ولكن جيتوا تكرفصونا ليه؟ ما يمكنش، هذه ماشي كره، هذه ماشي اون فينال. فوالا.